الحسين، ولكن كان المجلس في زمن بني أمية وكانت الظروف لا تسمح أن نعلن عن المجلس، فأخفينا المجلس حتى عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول سوينا مجلس للإمام الحسين وحتى الإمام الصادق ما أعطيناه خبر لشدة الحال وصعوبة الظروف. يقول أما في اليوم الثاني دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فاستقبلني وقال أهلا أبا بصير، أين كنت يوم أمس؟ يقول خجلت من الجواب، قلت سيدي لقد كنت في شغل. أنا كنت بشغل سيدي، ما موجود أنا أمس، كنت ملتزم بالتزام، عندي شغل سيدي ما موجود. يقول قل لي يا أبا بصير لقد كنتم يوم أمس في مجلس لجدي الحسين. لا تقول لي مشغول، لا تقول لي كان عندك شغل. يا أبا بصير لقد كان شغلكم يوم أمس أنكم عقدتم مجلس لجدي الحسين. قال سيدي لا أحد يعلم بذلك، وكل من حضر في المجلس قد تعاهدنا ألا يخبر أحدا الآخر. سيدي أرجوك من أين علمت؟ إحنا متعاهدين ما حد يطلع الخبر، احنا متعاهدين ما حد يبين الموقف، من اين علمت؟ قال يا ابا بصير لا تقول هذا الكلام لقد كنت حاضرا معكم. ابو بصير لا تقول لي هذا الحكي، انا وياكم حاضر. قال سيدي المجلس في بيتي، انا كنت واقف عند الباب، انت شلون حضرت؟ قال يا هذا اكنت تنظر الى من كان بجوارك وهو متغطي بعباءته؟ قلت بلى سيدي، هذا كان واقف جنبي جالس يمي. قال ابا بصير انا ذلك، انا وياكم حاضر. أقول له سيدي راح أقرأ لك هاي المصيبة لما مر على بنات رسول الله. عندك حاجة واقفة؟ عندك فرد شيء متعطل؟ أرجوك افتح قلبك، ها شوي انتبه لي، شوي انتبه لي، ها ركز وياي. يقولون في الرواية أرباب المقاتل لما صار يوم الحادي عشر من محرم أجمعوا كل آل البيت في مكان وربطوهم بالحباية. عذراً سيدي يا صاحب الأمر عذراً، لما ربطوهم بالحباية يا وال جاء رجل من معسكر عمر بن سعد أحد قادته، نظر إليهم ثم رجع إلى عمر بن سعد. قال سيدي إلى أين تذهب بهؤلاء؟ ماذا ستفعل بهم؟ قال نأخذهم إلى الكوفة، ثم ينظر في أمرهم الأمير بن زياد، ثم إلى الشام. قال يا أمير أتريدهم أحياء أم أموات؟ قال لا أريدهم أحياء، أنا كيف أريدهم أموات؟ أريدهم أحياء. قال هؤلاء لا يصلون إلى الشام، سيموتون في الطريق. قال ويحك كيف؟ قال سيدي انظر إلى وجوهه. أرجوك تتأمل، إذا مرت عليهم أيام العطش، أيام النار، أحرقوا بالنار، وما جرى عليهم من ضرب الصياط والسب والشتيمة وذن بنات رسول الله، ما شايفات مثل هذا. قال ماذا تريد؟ قال نعطيهم ماء فقط، بس ما ينطيهم حتى يعيشون هلش كم يوم، ونوديهم ويانا
أما إذا ما يشربوا الماء يموتون في الطريق. قال افعل ما تريد، آجركم الله. أخذوا القربة من الماء وتوجهوا إلى آل البيت، وقفوا أمام زينب وبأيديهم القربة. زينب شاحت بوجهها. أدارت وجهها. زينب كيف تشرب وقد سمعت الحسين ينادي وحق جدي أنا عطشا؟ ماكو واحد أخذوا للماء، يقولون أرباب المقاتل، ماكو واحد أخذوا للماء إلا وأشاح بوجهه، يدير وجهه ما يأخذ الماء أبدا، يعتذر. ولا واحد منهم شرب، صغار وكبار، إلا رقية لما أعطوها الماء أخذت الماء ولكن لم تشرب، ركضت إلى المعركة صاحت أبا. أبا يا حسين لقد أبيح الماء، يا أنشلو نشرب لبعيد الماء حاش حاشة يا حاشة، وهل قضى وكلهم عطاشة. تعال إلى مصيبة زينب سلام الله عليها. الله يرحم حج معين السباك. ها شلون يوصف لنا هاي الحالة؟ شلون يبين ان زينب وتعاتب اهلها؟ ها شلون تقول لاخوتها، تخاطب اخوتها؟ ها زينب زينب تعتب وتحكي، يا من بالبخت جبتوني، شاوين البخت وشلون بين اجناب عفتوني. زينب تعتب وتنده، يا من بالبخت جبتوني، شاوين البخت وشلون بين اجناب عفتوني، بين اجناب عفتوني. اعتب والعتب شيفيد، وهاي النوق جابوها هزل والطريج بعيد. صحت يوم اقبل الحادي، يا حادي النوق وين تريد؟ ما بك رحم يا الجمال، انا امشي على هالحال، عند اطفال عند عيال، واخوتي بهاي وصوني. شوية إذا عندك فرد قضية مع أهل بيتك، مع عيالك، خصوصا مع أختك، تصور لي هاي الحالة. زينب إيش قالت؟ تقول لي يا حادي يا حادي مروتك ارحم دليلي. احسبها احسبها شوية، احسبها واطلب حاجتك. يا حاد مروتك ارحم دليلي دليلي، يا حاد مروتك مرني بجفيلي. اخوي اخوي اريده. يا حادي ترى عهد سابق بين الاخو بيني، قلش ما تريدين اعتني لي. هذا ان البيتين اطلب لك بهن حاجه حتى اخذك الى اشد المصيبه. تقول لي يا حادي الاخت لو 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 طاحت بحيرة بحيرة، لخوها الناظر بشكوى تديرة. اسمعها يا حادي، شنه رايك بالاخوها كل غيرة؟ وصاحت من على الناقة يا عبا يا عباس، مربية مصابي شي بالرأس. أقرأ لك هالبيتين، ها لطلب حاجة، ها طلب حاجة هالبيتين، وبعدين أخذك لبيت الدعاء. اللي عنده حاجة واقفها، اللي عنده مريض، اللي عنده هم، كأنه الشاعر يخاطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
ويوصف له حالة زينب. ها يوصف له حالة زينب شي يقول له؟ يا الما قبل قبل واحد يشوف خيال زينب يا علي لما تطوف، ريت حاضر كربلا بعينك تشوف حايرة ومن هالمدامع هاملة. بعد ركضت بونا لعد راعي العلم، قوم صاحت يا بطل شوف الخيام، وجراها وبيها ايتام وحرم، وش عمل بينا يا اخويا حرملة؟ تريد تطلع من كربلة؟ تريد تحاكي ابو فاضل؟ تريد تحكي يا ابو فاضل؟ تقول له تعنيت لك يا ابو المروه، يا ابو المروه خويا اجي اتك وجر النفس قوه قوه، والله خويا يا ابو فاضل يا من خوتك خوه. هذا بيت انا ما قريت الحاجة الا قضيت، والله ما طلبنا به شفاء مريض الا عوفي، ما طلبنا به لمحروم من الذرية الا ورزق. شوية ردد وياي، ردد وياي انتهى. عدك عدك عزاء، عدك مصيبة دائما هالنفس هذا. تقول له علم جان، علم جان الخيم مهيوبة وبنصهن، علم جان علم جان ودليل بخوف يتوجل، علم جان علم جان انا عقب عباس ادور لي، اي والله عقب عباس ادور لي علم جان العباية وخيمه تحترقن علي، يا العباية وخيمه تحترقن. انا اتمنى منك تشيل ايدك شوية، تشيل ايدك ترفعها ونقرأ عاشوري، ختامها عاشوري شوية، نسجل هالموقف والعالم يشاهدكم ويسمعكم. حملها المصايب بس قلب زينب، صح يولا؟ حملها المصايب بس قلب زينب، ودهرها بنايبة وأخرى، حملها حملها وحيدة بكربلة وما ظل حمى إلها يقص جفوف غدر الغاضرية. خلا سمعك والختامة إلك. حملها المصايب بس قلب زينب، حمى والله المصايب المصايب بس قلب زينب، حملها ودهرها بنايبة وأخرى، حمى والله دهرها بنايبة وأخرى، حملها حملها وحيدة بكربلة وما ظل، وحيدة بكربلة وما ظل حمى. اي والله وحيدة بكربلة وما ظل حمى الى حملة، يقص جفوف غدر الغاضرية، يقص جفوف غدر الغاضرية. يا الله يا سميع الدعاء يا فعال لما يشاء.